مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، تواصل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقيمين على الأراضي الجزائرية والذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم. وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الجزائرية إلقاء القبض على أشخاص قالت إنهم ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر، ومن بين الموقوفين عاملين مغربيين وطالب جامعية جزائرية. وقالت ينشط الأشخاص الثلاثة لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر، وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثة بولايتي وهران وسيدي بلعباس. ويتعلق الأمر بالإدريسي عبد الرحمن عامل جبس والبوعيني رشيد عامل جبس أيضا. وحسب رواية وسائل إعلام جزائرية تم إيداع الشخصين الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن وجناية المساس بأمن الدولة. كما تم إيداع الطالب الجامعي الحبس المؤقت بجنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.